هو رائعة من روائع الطبيعة الربانية، جماله وسحره جعله مقصدا ليس لأهالي ولاية الصيف فحسب، بل وحتى المناطق الأخرى. هو شلال وادي البارد الذي يسكن أحضان أعالي جبال بلدية وادي البارد. التوافد القوي هذا يترجم حب الناس للطبيعة والأماكن العذراء رغم قلة هياكل الاستقبال وضعف الأداء الخدماتي بضفتي الوادي. أكيد أنه المنطقة منطقة سياحية ومنزه لباس به وفريد من نوعه كما كنت تقول، وإنما تنقص بعض الهياكل مثل الهياكل تاع استقبال، حسن الخدمات، تقديم خدمات سياحية باش نستقبلوا ناس يجونا من كل مناطق البلاد الوطن، يجونا من ولايات خارج ولاية الصيف، ناس حابين واش نحنا واش نوجهوا نداء لكل مستثمر جزائري او اي واحد حاب عنده فكره عنده طموح عنده باش يثمن هذه المنطقه. وهو ما يستوجب البحث عن شلالات استثمار تصطلح مع المحيط صديقه للبيئه تزيد الجمال جمالا.